بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة، نناقش فيها معاناة اليمنيين مع السفر والتنقل بين المحافظات اليمنية أو خارج اليمن. وحده المواطن المغلوب على أمره يدفع ثمن الصراعات، يدفعها من استقراره النفسي والمعيشي، بل يدفع روحه أحيانا كثيرة. وضع سيء أصبح معه السفر من منطقة إلى أخرى ومن محافظة إلى أخرى نوعا من المغامرة، وأصبحت الرحلة التي كانت تستغرق ساعتين تستدعي الآن أضعافها، ويتخللها القلق والمخاوف. 4 سنوات أو 5 تبدلت خلالها خارطة الطرق إلى أسوأ مما كانت عليه سابقا. نقاط عسكرية في مناطق الشمال تحت سيطرة الحوثيين، وأيضا نقاط عسكرية في مناطق الجنوب تحت سيطرة المجلس الانتقالي، ونقاط أخرى في مناطق الشرعية. في ظل هكذا وضع نتساءل، كيف أثرت الحرب على حرية تنقل المواطنين، وما التكلفة التي يدفعها المواطنين خلال سفرهم سواء بين المحافظات أو إلى خارج الوطن؟ قبل أن نبدأ باستقبال حلقة الاتصالات هذه الحلقة، نذهب لمتابعة التقرير الذي أعده الزميل وديع عطا. وضع غير مسبوق يعيشه الشعب اليمني في ظل الانقلاب والحرب وتداعياتهما، تحول معها اليمن إلى ما يشبه السجن الكبير. أزمات سياسية وحروب طاحنة ينتج عنها بالضرورة مشاكل اقتصادية تؤثر مباشرة في حياة المواطن البسيط. السفر ورحلات التنقل بين المحافظات باتت واحدة من جوانب المعاناة وأحد أبرز عناوين التغريبة اليمنية. الطريق التي كانت تستغرق 3 ساعات أصبحت تأخذ أضعافها، وصار قرار السفر من محافظة لأخرى بل من منطقة لأخرى يستدعي التفكير والتخطيط لتخفيف كلفة المعاناة وساعاتها. عشرات من نقاط التفتيش تستوقف المسافرين شرقا أو شمالا وجنوبا بشكل قصري لأسباب متعددة ومتناقضة أحياناً، يشعر معها المواطن وكأن رحلته دولية وليست محلية وفي إطار الوطن. أما فكرة السفر إلى الخارج لأي غرض فإنها أصبحت تعني الولوج إلى مرحلة مضاعفة المعاناة، وتعني التهيؤ لخوض سلسلة من التحديات التي قد تصل في بعضها إلى حد المغامرة، خصوصاً لمن تستدعي حالاتهم المرضية السفر العاجل، الأمر الذي تتلاشى معه لفظة عاجل، ويصبح الأمل مختصرا في طلب السلامة للمريض المسافر. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ باستقبال أولى اتصالات هذه الحلقة. معنا حسن القدسي من تعز، مرحبا بك حسن، مساء الخير. أهلا وسهلا، مساكم الله بالخير أنتم وكل المشاهدين الكرام. أهلا بك حسن. خلال سنوات الحرب الخمس لابد أنه كان لك تجربة بالتنقل والسفر، أليس كذلك؟ نعم صحيح. أنا صف لنا تجربتك. خلال الخمس سنوات أنا كان هناك تقريبا سفريات إلى خارج اليمن، ومن ثم عدت إليها بعد 5 سنوات من الاغتراب. كانت تجربة سيئة. نعم، ما الذي حدث معك؟ احكي لنا تفاصيل التجربة. والله التجربة أولا كان السفر تقريبا بر من أولا من العودة، أنا أحكي لكم من العودة إلى المملكة العربية السعودية ومن ثم إلى اليمن. من المملكة العربية السعودية كان لليمن عبارة، أخذت من هناك باص وكان السفر بس كان الوضع متعب جدا، وخاصة أن الطريق اللي مشينا فيها كان يحوفها المخاطر وال من كل مكان، خطر الموت، خطر الانقلاب
الباص او كذا، فهذه الاشياء كانت بالنسبه لنا عباره عن مخاطره ومغامره بنفس الوقت. يعني السفر يعني كان ممكن ان يحصل لنا اي مكروه في الطريق ونحن لا ندري، ولا يوجد لهنا حسبان لهذا صحيح. الحادث الذي قد يحصل، لكن صحيح. الحمد لله وصلنا الى اليمن، ومن ثم كان مغامره العوده من اليمن الى عمان، من عمان بعدين الى تركيا، كانت عباره عن مغامره، يعني لا ندري ما نهايه الطريق، ما الذي سيحصل لنا لا ندري. نعم حسن، عندما سافرت من السعودية إلى اليمن كم استغرقت الرحلة؟ نريد أن نقارن كم تستغرق الرحلات الآن في ظل هكذا أوضاع عن سابقا في الأوضاع الطبيعية قبل الحرب، وأيضا رحلتك من صنعاء إلى عمان كما قلت. رحلتي من السعودية إلى اليمن إلى حين وصلت مدينة عدن تقريبا استغرقت 35 ساعة تقريبا، من ثم العودة من عدن مرة أخرى إلى عمان استغرقت تقريبا 24 ساعة. هذا الآن مقارنة بزمان كم كانت الساعات؟ مقارنة بالسابق أيام ما كانت المطارات مفتوحة كنا نستغرق، يعني كنا لا يستدعي منا أن نذهب إلى السعودية، يعني أنا ذهبت إلى السعودية بغرض العمرة، لكن بنفس الوقت أنا بغرض أني أسافر إلى اليمن من السعودية، يعني كن من قبل تأخذ مننا يمكن 8 ساعات من تركيا إلى صنعاء، لكن بسبب الحرب بسبب مجريات الأحداث الحاصلة في اليمن تم إغلاق المطارات، ولذلك أصبح السفر بالنسبة لنا متعب. نعم. ومخاطرة ومغامرة بنفس الوقت. نعم فوق أيضا المخاطرة وفوق أيضا التعب والساعات الطويلة التي هي أضعاف الساعات الطبيعية، أيضا لابد أنها تكلفة زائدة، أليس كذلك حسن؟ نعم 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 تكلفة. أنا أذكر أن السفرية اللي أخذتها، أنا آخر مرة سافرت من وإلى اليمن في 2013 كنت، وآخر سفرة لي تقريبا ب 2018. في 2013 تقريبا ما يتجاوز 200 دولار ذهاب وإياب وبأفضل الطيران. في السفرة الأخيرة هذه تعدت تقريبا 800 إلى 900 دولار. إذا رسالة حسن تود أن تقدمها. والله رسالتي بشكل عام أنه نتمنى لليمن العودة إلى الأمان والاستقرار، وكل عام وأنتم بخير والجميع إن شاء الله بخير، هذا ما أريده وأتمنى. حسن القدسي كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك، نشكرك على اتصالك ومشاركتك معنا في هذه الحلقة. اتصال آخر من أبو القاسم الأهدل. ألو مرحبا. أهلا أبو القاسم، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك أبو القاسم، بالتأكيد كانت لديك تجربة في السفر في ظل هكذا أوضاع، احكي لنا تجربتك. والله التجارب يعني مريرة جدا، إذا كان على السفر داخل اليمن فهو يعني أكثر من متعب، فما بالك بخارج اليمن. نعم، ايش العراقيل اللي واجهتكم ابو القاسم؟ يعني اذا كنت يعني في داخل المحافظه كالحديده مثلا، يعني كان اذا نطلع لمحافظه الحديده تاخذ 30 دقيقه، حاليا 8 ساعات من بعد دخول محافظه الحديده والحرب اللي توقفت فيها قبل سنتين، يعني معاناه شديده جدا. يا ايش صور المعاناة هذه ابو القاسم؟ مثلا الساعات الطويلة، مخاطر الطرق الغير آمنة، تكلفة السفر الباهظة. اكيد تكلفة السفر، المخاطر الأمنية، يعني كلها صارت اصبحت أودية وجبال، تمر باكثر من مديرية واكثر من محافظة لتوصل للحديدة. هذا غير نقاط الحوثي. نعم. التي لا فيها اي احترام لحقوق الانسان ولا اسعاف المرضى. معاناه شديده جدا. فمجرد يعني من مديريه الزبيد الى الحديده اكثر من 30 نقطه تفتيش. ابو القاسم برايك انتهاء لحقوق الانسان. نعم.
إذا برأيك ما الحلول الممكنة التي يمكن أن تقوم بها الجهات المسؤولة لتخفيف هذه المعاناة على المواطنين؟ الجهات المسؤولة الحكومية مغيبة والميدان الحوثيين، ولكن يعني أصل حقوقنا احنا اليمنيين ممرات إنسانية فقط، يعني فقط لا أكثر من ذلك. ممرات إنسانية تدخل الأمم المتحدة، يدخل تحالف، يدخل حكومة. هذا شيء بسيط للمواطن اليمني. نعم، إذن هذا أقل حق. تفضل. نعم. طيب رسالة أبو القاسم تحب توجهها، رسالة تحب توجهها للجهات المسؤولة؟ الجهات المسؤولة لابد يعني تتخذ مواقف حازمة، يعني أقل أبسط حقوق الإنسان، يعني يسووا مناطق آمنة أو مناسب عبور للناس لكي يقضوا مصالحهم ويدخلوا المستشفيات ويعني يستطيعوا أنهم يعيشوا، أقل حقوق الإنسان فقط. نعم. وعدم رمي المسؤولية على جهة أخرى للأحزاب، هذا أقل حقوق الإنسان، يعني مش كثير مطلوب منهم. نعم، إذن أبو القاسم الأهدل شكرا جزيلا لك، شكرا لمشاركتك معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، إذن نذهب الآن لاستطلاع بعض الآراء التي وصلتنا عبر الواتساب. طريق المسافر اليمني أصبح صعب جدا، أولا يبدأ بالعنصرية، مثلا تروح عدن تكلم معك أنت شمالي، تروح مكان يقول لك أنت جنوبي، أصبح التفريق بيننا وأصبح حاجة جدا صعب. ثانيا بالبياس، يعني كنت معك عائلة مثلا لم خلاف، تخرج مثلا الحوبان، تخرج مثلا مكان، تخرج كان 5000 4000، يعني حاجة بسيطة جدا سهل على المواطن. الآن أصبح ب 40000 50000، يعني أصبح تكلفة كبيرة على المواطن اليمني. ثالثا أصبح على البعد، يعني ما يقارب عدن تروح كنت بساعة بساعتين، الحوبان حاجة يعني ما تستاهلش الوقت هذا كامل. الآن تروح يوم كامل 6 ساعات 5 ساعات، يعني اصبح مره بعيد. ثانيا وعوره الطريق وبعده والتفتيش بالنقاط، ويحسوا انك يعني انك ما انتش مواطن يمني، كل واحد من جهته يحسسك انك بعيد، انك يعني مواطن ما انتش يمني. يوجد صعوبه في الطريق في التنقل، طبعا انا كنت اسافر الى القريه من 3000، اليوم اسافر ب 90000 بسبب الطريق وغلى المشتقات النفطيه، وطبعا اصبح الان صعب المواطن يسافر إلى عدن أو إلى صنعاء بسبب الأوضاع السياسية التي تمر فيها اليمن ولا رجعوا عنصرية. طبعا كنت أسافر للحوبان بربع ساعة، الآن أسافر للحوبان بخمس ساعات بسبب الطريق الوعر وسبب التفتيش بالنقاط وأخذ أموال باهظة من المسافرين. إذا نعود مشاهدينا الكرام لاستقبال اتصالات هذه الحلقة. معنا صالح العلي من الدمام، مرحبا بك صالح، مساء الخير. مساء النور. صالح، احكي لنا تجربتك مع السفر. طبعا احنا من مديرية خب والشعب في محافظة الجوف، بعد سيطرة ميليشيات الحوثي على المديرية في 2015 تم إغلاق المنافذ الرئيسية للمديرية وتم عزلها تماما عن المحافظة، فاضطروا الأهالي إلى فتح طريق جبلية وعرة قديمة جدا ملتصقة بمديرية برط ثم إلى حرف سفيان، ومما صعب في مشقة في الطريق وتكلفة في إيجار، وأيضا اختفت كثير من الخدمات وعانت الناس كثير من الطريق هذا لأنها محجورة وهي طريق قديمة جدا. فأيضا تضاعف الوقت، كانوا الناس يذهبوا إلى مديرية المحافظة مركز المحافظة في ساعة ونصف، الحين صاروا يصلوا لمركز المحافظه في 10 ساعات تقريبا. كذلك ايضا تكلفه الايجار، كانوا يركبوا صنعاء تقريبا 4000 3000، الحين صاروا يركبوا 15000، وايضا قله في المواصلات، وحتى فيما انقطعت كثير من الخدمات مثل البترول والديزل وكذا، كانت هناك تاتي كثير من التوكيلات والويت، الحين صاروا الناس
يأتوا بها عبر شاطئ قديمة، ومما تسبب في كثير من معاناة المواطنين. نعم صالح، برأيك ما هي الفئات اللي أكثر من تأثرت بهذه الأوضاع وصعوبة السفر والتنقل؟ هل هم المرضى، التجار، أم المواطنين على حد سواء تضرروا من ذلك؟ طبعا الكثير تأثر، ولكن هناك يعني فارق بين معاناة. طبعا المرضى هم بالدرجة الأساسية، وحدثت حالات وفاة بسبب الطريق هذا، وكثير من في حالة مشهورة عندما جاءوا إلى طريق العقبة وترجوا أصحاب النقطة وهم يتبعوا الحوثي أن يفتحوا لهم الطريق، وماتت المرأة عند النقطة، مما اضطر أنهم يردوها ويقوموا بدفنها. كذلك لما جاءت السيول في الشهر الماضي موسم الأمطار، يعني ظلوا الناس عالقين لمدة 3 أيام أو 4 أيام بسبب الأمطار، وتسبب في يعني أن الكثير من الحالات المرضية ظلت عالقة. أيضا كذلك تأثر المسافرين وخاصة المغتربين بسبب يعني الذي هو تنتهي إجازته، أو يضطر أنه يذهب ويأخذ وقت احتياط يتحسب لهذه الطريق. إضافة أن كثير من الخدمات امتنعت ولا يستطيعوا أن يوصلوها، لأن تحتاج إلى شاطات، تحتاج إلى سيارات دفع رباعي. لم يستطيع أي تاجر أن يأتي بأي شيء إلا عبر السيارات الدفع الرباعي. كانوا من قبل يأتوا بدينات، يأتوا بتريلات، يأتوا بمواد غذائية عبر الجلد، الحين صاروا عبر الجبال كلها. نعم، وبالتالي بالتأكيد أن ذلك أثر على الأسعار وارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب التكلفة الباهظة لعملية نقلها. أكيد أكيد الأسعار ارتفعت بسعر خيالي، لأن الإيجار ارتفع، وصلت بمشقة، فرفعوا في كل شيء، وهذا بسبب غلاق الطرق الرئيسية، لأن هناك فيها طرق فيها ألغام، فيها ملتصقة بعض الجبهات، فظل المواطنون يعانون من عام 2015، والحين احنا دخلنا في تقريبا 4 سنوات متكاملة. أيضا هناك تم قطع شبكة الاتصالات نهائيا، فالمواطنون من 4 سنوات لا يجدون أي مواصلات إلا بالهاتف الثريا، والحين فيه شبكة الواي فاي على مسافة 20-30 كيلو، يذهب الواحد منهم يفعل عدة رسائل يقضي غرضه ثم يعود، ومسافة كبيرة جدا، والتغطية في رؤوس الجبال وليست معاناة كبيرة جدا. الله المستعان. صالح، إذن من يتحمل المسؤولية، وأيضا رسالة توجهها للجهات المسؤولة؟ طبعا المسؤولية الكبيرة يتحمل الحوثيين، لأنهم المسيطرين على المديرية ولم يقوموا بأي خدمات تجاه المواطنين. أيضا أنهم هم تسببوا في إغلاق الطرق، وكثير من الألغام زرعت في مداخل المديرية الرئيسية، وطبعا باستطاعتهم مثلا أن يوجدوا معبر آمن، أو أن يوجدوا طريق حتى ولو بالتفاهم مع قوات الشرعية مثلا على غرار المديرية الأخرى مديرية المتون، فيه نقطة للحوثيين ونقطة للشرعية، ويتم تفتيش المواطنين وزي معبر آمن. فلو في نية يستطيعوا أن يوجدوا مدخل رئيسي للمديرية وبحماية يعني، ويكون هناك تسهيل للمواطنين، لكن لا يوجد نية بتاتا، وذهب كثير من العقال والمشايخ وقوبل هذا الطلب بالرفض وتعنت جدا ولم يوافقوا على فتح. نعم، إذن صالح شكرا جزيلا لك، شكرا لمشاركتك معنا في هذه الحلقة. الآن اتصال آخر من دينا النجار من إب. مرحبا بك دينا، مساء الخير. مرحبا بكم، هل تسمعيني دينا؟ أيوة أسمعكم. أهلا بك دينا، إذن كيف هو الوضع في محافظة إب؟ كل عام وانتم بخير، وانت بخير، وكل المشاهدين بخير، وعيدكم سعيد ان شاء الله. الوضع هنا خلال رحله السفر ربما
كان جيد، كان جيد نوعا ما. لم يكن هي معاناة السفر أصبحت شاقة بالنسبة لنا بسبب الطرق أصبحت وعرة. أصبح خط الطريق بينما كان زمان من ساعتين ثلاث ساعات ربما يصل المسافر إلى المنطقة المعنية، لكن الآن أصبحت تمتد إلى خمس ساعات ست ساعات بسبب نقطة التفتيش، وعورة الطريق، الزحمة التي أو ربما بسبب الأحداث الحاصلة خلال هذا الأسبوعين، والنزوح الذي حصل من المناطق الجنوبية. أصبحت المناطق مكتظة جدا. خطوط الطريق، خطوط السفر أصبحت مزدحمة بشكل لا يطاق أو لا يستحمل. إلى جانب ذلك يعني أصبح تفريق الزحمة بطريقة سيئة بإطلاق الرصاص، يسبب قلق، يسبب رعب للمواطنين. نعم دينا، برأيك ما الحلول الممكنة في ظل هذه الظروف وبأقل الإمكانيات التي يمكن للجهات المسؤولة فعلها لتحسين الوضع ولو بأقل الإمكانيات؟ يا عزيزتي، يحتاج الموضوع إلى حلول جذرية. نعم. حلول مجزأة لم تعد تعنينا. نحتاج إلى حدود جذرية جدا. أولا المستويات النفطية أصبحت أيضا تسبب لنا هلع في الطرق. يعني لو حصل أي مشكلة للمسافر أحيانا نضطر إلى سوق السوداء، وهذه أيضا مشكلة أخرى تواجه المسافرين. الحلول التي نتمنى من الجهات المعنية، خصوصا أنه أصبحت المناطق مقسمة، على الأقل كل فئة أو كل حز أو كل طائفة يعني متمسكة في جهة معينة، أن تيسر للمواطنين طريق أو خط طريق جميل ممتع، توفر المشتقات، تعمل على يعني تحاول أن تقلل من الازدحام بطريقة معينة. مثلا أن يتم وضع أشخاص معنيين من الدولة أو من كل طرف إن كان بتسهيل الخطوط للمسافرين، بدل أن يقوم المواطنين هم بعمل ذلك وإطلاق الرصاص، مما يتسبب أحيانا بإصابة أشخاص، خصوصا هذا ما يسمى بالراجع. نعم دينا النجار، نتمنى منهم يعني ذلك. نعم، شكرا جزيلا لك لمشاركتك معنا في هذه الحلقة. شكرا لك دينا. معنا اتصال آخر من أحلام الصبري من تعز. مرحبا بك أحلام. أهلا، مساء الخير أحلام، أهلا بك. تفضل. أحلام، كيف هو الوضع في تعز؟ الكل يعلم أن تعز ربما من أكثر المحافظات المتضررة نتيجة وقوعها تحت الحصار، و المنفذ الرئيسي للمدينة اللي هو الحبان تحت سيطرة الحوثيين، وهذا تسبب بكثير من المعاناة لأبناء المدينة وأيضا للراغبين لدخول المدينة من خارجها. كيف هو وضع السفر والتنقل في تعز؟ التنقل في تعز أصبح صعب للغاية. التنقل بين الأحياء في تعز أصبح صعب للغاية، ما بين المدينة والقرية أصبح صعب أيضا. المشوار الذي كان يأخذ قبل سنوات نصف ساعة أصبح الآن يأخذ حوالي الأربع ساعات. هذا بعيدا عن الطرق الوعرة والصعبة، اشتباكات تحصل فجأة في الطرقات، فيضطر المسافر للبقاء في الطريق إلى عشر ساعات حتى تنتهي الاشتباكات ليستطيع المرور إلى وجهاتهم. وهكذا استمرت الأوضاع بالتنقل ما بين مناطق الواقعة تحت سيطرة الشرعية والمناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا. أحلام، ما هي الفئات الأكثر تضرر من هذا الوضع، أم أن الكل متضرر على حد سواء؟ الجميع متضرر على حد سواء. أشغال الناس، تنقلاتهم، زياراتهم لأهلهم، الجميع تضرر من هذا الوضع. إذن رسالة توجهها للجهات المعنية؟ الرسالة التي يمكن توجيهها للجهات المعنية هي إيجاد حل، إصلاح الطرقات، إنهاء هذه المعاناة التي يمر فيها الناس والمواطنين،
لأن يكفي الناس هم هذه الحرب والمشاكل الحاصلة والموت والدمار الحاصل، فلا ينقصهم أيضا مشاكل يمكن إصلاحها أو تجاوزها بإصلاح الطرقات وتوفير وسائل النقل وتوفير المشتقات النفسية ليتمكن الناس من التنقل ولو بساعات طويلة لكن بمجال أكثر أمانا وطرق أفضل. إذن أحلام الصبري كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك، شكرا لمشاركتك معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، وضعنا موضوع الحلقة على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك. نذهب لاستطلاع تعليقات الناس حول الموضوع ونبدأ باستعراض أول تعليق معنا في هذه الحلقة من عبد السلام وهيب. عبد السلام يقول: اليمن أصبحت بلدا محاطا بجدران عازلة وشائكة، من يريد السفر داخلها فقط من قرية إلى أخرى يستغرق أيام، بينما إذا أردت الخروج لمدينة أخرى فتبدأ التفكير قبل الانطلاق بأشهر. أصبحت كأنها عبارة عن أرضية عليها مشاكل ومحاطة بذئاب مفترسة من كل الاتجاهات. إذا كان هذا تعليق عبد السلام. تعليق آخر لماجد قرى يقول: ماجد، إذا كنت شمالي وبتسافر من مطار عدن فاعتبر وصولك لبوابة المطار إنجاز ونجاح كبير جدا، وأمك داعية لك لأنك فعلا بدعوة أمك اجتزت من سفرك إلى عدن نقاط التفتيش، نقطة قعطبة، نقطة الحالمين، نقطة الضالع، و و و وأنت دحباشي وكذا وكذا وكذا. إرهاق وإذلال وعنصرية فوق ما تتصور. بالنسبة لي أنا أعتبرها تصفيات لكأس العالم. والمصيبة إذا كنت عادك تشتي تقطع جواز سفر من عدن وبتسافر من مطار عدن، إذا نجحت فأنت محظوظ جدا جدا للأسف. إذا تعليق آخر لجميلة العثماني. جميلة تقول: وتستمر المعاناة، يعني شخص مسافر 16 ساعة من صنعاء إلى عدن عشان يسافر للخارج يكون مريض حالته حالة وقد هلكت روحه تعب ومشقة، ويمكن يكون لما يوصل عدن يقول له عفوا بسبب إلغاء التحالف لرحلة من عدن، روح لسيئون عشان تسافر، ويروح يسافر 16 ساعة ثانية عشان يوصل لسيئون، كل هذا عشان يسافر يتعالج، إذا عاده بيوصل بعد البهذلة هذه. يا الله، المعاناة التي نعيشها باليمن إلى متى ستستمر؟ ما لنا غيرك يا الله. إذا مأساة حقيقية. تعليق آخر لأمين أحمد الضلعي قال: إغلاق مطار صنعاء أمام المرضى والحجاج والمبتعثين والمغتربين جريمة إنسانية ودليل على البغض والكراهية، ليس له ما يبرره أبدا رغم أنه كان يجري التفتيش القسري في بيشة، كما يعاني الناس من السفر إلى عدن وسيئون ثم السفر إلى الخارج، أحيانا يموت المريض من تعب السفر قبل أن يصل عدن. لماذا كل هذا العناء ولماذا كل هذا الاضطهاد؟ المواطن المسكين ما ذنبه حتى يتحمل كل هذا؟ إذن كانت هذه تعليقات الناس على الفيسبوك. نستكمل استقبال الاتصالات. معنا اتصال من حفظ الله العميري. حفظ الله، أنت معنا؟ نعم. أهلا حفظ الله، مرحبا بك، مساء الخير. المعد يخبرني في الكنترول أنك كنت صاحب تجربة قاسية مع السفر. نعم. احكي لنا. نعم، مساء النور. نعم. حياكم الله. نعم، أنا كانت تجربة السنة الماضية في الصيف الماضي كانت رحلة طويلة جدا من اسطنبول إلى دبي ومن ثم إلى مطار طلالة العماني وإلى المنتدى الحدودي، ومن ثم دخلت إلى اليمن، وكانت رحلة معاناة كبيرة جدا في ظل قطع المواصلات أو النقل إلى اليمن والحصار الجائر على الشعب اليمني، وفي ظل تحكم الميليشيات على الأرض، الميليشيات المسلحة التي تتحكم بمصائر الناس وتواجههم. أنا كانت رحلتي إلى سيئون، لم أواجه ميليشيات كثيرة لكن عانيت في السفر كثيرا، من خاصة ترانزيت في دبي والمعاملة غير اللائقة، ومن ثم إلى سلطنة عمان. سلطنة عمان الشعب كريم وطيب، لكن هناك الانتظار، وفي المنفذ الحدودي تقريبا الرحلة التي كانت من المفروض أن أقضيها 6 ساعات من اسطنبول لليمن قضيتها يومين متتاليين، وهذه كانت أقصى رحلة يقضيها أي مسافر، حيث هناك مسافرين يقضون من 6 إلى 7 أيام
في الطريق في طريقهم الى اليمن او خروجهم منها. نعم حفظ الله. غير المخاطر والساعات الطويله التي تقضونها في السفر، ايضا التكلفه الماديه، كيف كانت التكلفه الماديه لرحلتك؟ نعم التكلفه الماديه في الغالب تكلفه السفر من اسطنبول الى سيئون لا تتعدى او الى اليمن كما كانت سابقا لا تتعدى ال 400 دولار، تكلفتي تقريبا تكلفت الى 1100 دولار طوال الرحله، هذا من غير تكاليف الاكل والشرب وغيره من التكاليف الجانبيه، كانت رحله ماديا وجسديا يعني هؤلاء حتى اننا صادفت بعض المسافرين بالطريق قضوا من 5 إلى 6 أيام في ترانزيت وكانت حالتهم جدا سيئه، امراض وكان وحتى كبار السن واطفال، كانت الحاله مزريه جدا. الان الذين في مطار صلاله العماني مثلا او في الترانزيت في دبي كان هناك عائلات يمنيه كثيره جدا عانت طوال الطريق من اطفال وسن يعني حالتهم يرثى لها، والبعض حتى انه لم يجد حق الاكل والشرب في المطار. يعني صراحه المواطن اليمني في ظل هذا الحصار الجائر وفي ظل تحكم الميليشيات على الارض والنقاط المفروضه عليه والابتزازات التي يتعرض لها تضاعفت معاناته كثيرا من السفر من اليمن او حتى العوده اليه، يعني تقطعت بنا السبل. نعم حفظ الله، برايك كيف يمكن حل هذه المعاناه؟ من بيده الحل؟ من يستطيع ان يحل معاناه الناس بهذا الخصوص؟ والله الحل الان بصراحه بلادنا واقعه تحت الوصايه، الحل بلاد التحالف العربي الذي يتحكم بمصائر الناس. ما المانع من فتح مطارات اليمن؟ مطار عدن الدولي الذي تتحكم في الميليشيات التي تدعمها الامارات. مطار سيئون، مطار الريان، مطار المكلا الريان، مطار سيئون مش مسموح فيه الا الرحلات من طائرات اليمنيه التي تعاني حتى من المقاعد وحتى تعاني من الاخطاء الفنيه فيها. مطار صنعاء، لماذا لا يفتح مطار صنعاء؟ وحتى ان مطار صنعاء كان مفتوح في عز الحرب في 2015 و2016، لماذا اغلق؟ وكانت الطائرات تفتش في مطار بيشه، لماذا اغلق هذا المطار؟ يعني ما الحكمه من اغلاق مطار صنعاء والتضييق على الناس؟ صحيح. ما الحكمه من جعل الناس يعني يؤيدون ميليشيات الحوثي وحتى اجبارهم على تأييد ميليشيات الحوثي الكهنوتيه والذي يكرهها الشعب اليمني؟ التحالف يجبرنا على ان احنا على يجبر غالبيه الشعب اليمني الصامته على ان يؤيدوا هذه الميليشيات الاجراميه بافعال هذه الاجراميه ومحاصره الشعب اليمني. الان القرار بيد التحالف، ونطالب الحكومه اليمنيه بالضغط على التحالف ان يفتحوا المطارات، يفتحوا المطارات للمسافرين، هناك مسافرين عالقون في الخارج ومسافرين عالقين في الداخل. الشعب اليمني يموت وهؤلاء يتحكمون بمصائر الناس واغلاق المطارات بدون داعي، المناطق المحرره فيها 3 أو 4 مطارات، لماذا لم تفتح؟ لا نريد الان يبنى مطار في مارب، لمن يبنوا المطار في مارب والطائرات ممنوعه من 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 المجيء الى اليمن والاقلاع منه؟ لمن يبنى هذا المطار؟ هذا ضحك على الذقون، افتحوا المطارات الموجوده الان ولا نريد مطارا اخر في ظل اغلاق المطارات الموجوده. صحيح حفظ الله، كيف ترد على من يعلل ان سبب اغلاق المطارات حتى يتم منع الحوثيين من ايصال الاسلحه وما الى ذلك؟ كيف يمكن حل هذه الاشكاليه؟ تعذر التحالف بالتهريب من قبل جماعه الحوثيين. هذه حجج واهيه، كانت الطائرات تفتش في مطار بيشه، وكان لا يسمح لاي طائره تاتي الى مطار صنعاء الا وتفتش في هذا المطار. الحجج الواهيه هي حجج من التحالف لمحاصره الشعب اليمني بدون اي ادله وبدون اي مسوغات قانونيه. ما المانع من ان تاتي الطائره حتى وان تفتش في مطار بيشه؟ كانت تفتش في مطار بيشه ويلقى الناس هناك معامله من هنا، لكن كان الوضع اخف من الان، المطار الان مغلق، مئات المسافرين عالقون. هذه حجج واهيه اختي الكريمه. الان هناك حتى في مطار عدن الان قبل اغلاقه قبل الاحداث الاخيره الذي تبناها المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات، كان هناك معامله مهينه للمسافرين الذين ياتون من الشمال،
مئة الأسر عالقة في المنافذ المدينة، يتعرضون لمعاملات مهينة في المطار، الفرز المنطقي الطائر في المحافظة الجنوبية. هذا كله لا يبرر أو يعطي مبرر كافي للتحالف لفتح مطار صنعاء، وحتى إذا كان هناك خوف من الأسلحة يفتش الطائرات في أحد المطارات في السعودية مثلا، بالرغم أن هذه انتقاص من السيادة اليمنية، لكن لا يوجد أمامنا إلا أن نقبل بهذا الإجراء وأن يفتح المطار وأن تفتح المطارات، مطار الريان، مطار الريان الدولي مطار كبير جدا، ولا يوجد أي مصوغ لإغلاقه الآن، يعني ثلاثة مطارات لا يوجد أي مصوغ قانوني لإغلاقه، والسماح للطائرات من الشركات الأخرى غير اليمنية بأن يأتوا أو يأتوا برحلاتهم إلى اليمن. لا يوجد أي مبرر للتحالف ولا للحكومة باستمرار هذا الوضع المخيف. اليمنيون محاصرون، اليمنيون صاروا يموتون تحت الحصار والقصف، ويموتون بمطارات العالم، ويموتون في الطرق، ويموتون من الميليشيات التي تتقطع لهم في الطرق، مثل نقاط بني هاشم ونقاط المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات. هذه أسباب واهية، ونطالب التحالف العربي والحكومة اليمنية بفتح هذه المطارات فورا لإنقاذ الشعب اليمني من هذه المأساة والحصار. حفظ الله العمير، شكرا جزيلا لك لكل هذه المداخلة، شكرا لمشاركتك معنا في هذه الحلقة، شكرا لك حفظ الله. معنا اتصال آخر من تعز، فهد السلطان، مرحبا بك فهد، مساء الخير. مساء الخير والعافية، أهلا بكم والمشاهدين الكرام، مرحبا. فهد، أيضا معدل الحلقة يخبرني أنك مررت بتجربة تنقل وتجربة سفر قاسية، شاركنا تجربتك. أنا واحد من الصحفيين أو من الكثير من الصحفيين أو من اليمنيين الذين كانت لهم بعد الانقلاب الذي حصل في عام 2014 من العاصمة صنعاء فروا إلى خارج الوطن. تجربتي كانت بعد يعني انطلاق عاصفة الحزم في 26 مارس 2015، وأنا غادرت بعد ما يعني تم القبض على عدد من الصحفيين، 9 من الصحفيين زملائي في احد الفنادق في العاصمه صنعاء. نعم. بعدها مباشره شعرت بخطر حقيقي من وجودنا في العاصمه صنعاء في شهر شهر يوليو من نفس العام، وتحركت يعني الى باتجاه مارب، وكان لا زال الخط ارحب مفتوح. وعبرت بما يقارب 22 اتذكر حتى الان 22 نقطة للحوثيين، ويعني كان عملت خطة او طريقة للتمويه، لانني اصطحبت معي زوجتي واطفالي، ويعني قريبة زوجتي واطفالها، وكنت انا اقود السيارة ومعي ومعي يعني قريبي في معي في نفس السيارة. وكان دائما السؤال ما ياتي، انا اسوق السياره، الذي يقود السياره، والسؤال ياتي الى الذي بجواري يعني. واستطعنا بحمد الله، لانه كان معنا بعض النساء، فيعني احدى النقاط شدوا علينا قليل، لكن استطعنا ان نعبر ل 22 نقطه حتى وصلنا الى مدينه مارب. نعم. فهد، إذا ما تحدثنا على صعوبة التنقل الداخلي فهي لا تنتهي، وأيضا حلولها ربما قد تكون صعبة في ظل السيطرة الأطراف الداخلية وعدم التوصل إلى اتفاق، لن يكون هناك حلول ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين هذه الأطراف، ولكن إذا ما تحدثنا عن صعوبة التنقل الخارجي قد يكون وجود حلول لها ممكنا، كما تحدث ضيفي قبلك، لعلك استمعت إلى حفظ الله الذي تحدث عن عدم منطقية إغلاق مطار صنعاء ومطار سيئون، وتحدث أنه يجب على الجهات الضغط على التحالف لفتح المطار لتسهيل السفر أمام اليمنيين. برأيك كيف يمكن الضغط على التحالف لفتح هذه المطارات، ومن هي الجهة التي يمكنها الضغط على التحالف لفتح المطارات؟ هذا صحيح، يعني لا أجد مبرر حقيقي ومنطقي لوقف أو لإغلاق مطار صنعاء.
كل المبررات التي وضعت هي سخيفة وهي تافهة ولا ينبغي أن يعول عليها، لأنها هي جزء من الحصر الذي يمارس على اليمنيين. نعم. يعني كان يقال بأنه حتى لا يدخل السلاح اليوم يهرب عبر البحار ويصل إلى الحوثيين، ويعني دولة داخل التحالف توصل يعني حسب تقارير لمواقع ولصحف أجنبية مرموقة ومحترمة تؤكد بأنه وصلت للحوثيين يعني دعم لوجستي في صناعة الصواريخ وفي صناعة عدد الطائرات. أتذكر قبل عام من الآن تحديدا كنت بصحبة أحد التجار أو أحد رجال الأعمال قادما من الصين، التقيت معه في المملكة العربية السعودية، ويعني بيني وبينه قليل من الود، ويعني تبادلنا أطراف الحديث، وقال لي جزء من الحصار الذي يجري على اليمنيين ليس بسبب الحرب ولكن بفعل فاعل، وقال لي أن الإجراءات التي اتخذتها مصر واتخذتها الأردن واتخذتها المغرب واتخذتها البحرين واتخذتها الإمارات واتخذتها السعودية هذه كلها باتفاق من قبل التحالف. وقال لي بالحرف الواحد يعني، ويعلم الله أنني أنقل الكلام حرفيا، قال أنه كان في الأردن وكان هنالك لقاء مع يعني عدد من رجال الأعمال في الأردن، أنهم اعترضوا على الدولة لماذا لا يمنع اليمنيين من دخول أو تم تجديد الإجراءات من دخول اليمنيين على يعني لأنه تتضرر السياحة. وقال بأنه دولة في التحالف أو السعودية دفعت للأردن ما يقارب 500 مليون ريال سعودي مقابل مثل هذه الإجراءات. وأتذكر بنفس الأمر أن يعني أن ماليزيا رفضت هذا الإجراء والسودان رفضت هذا الإجراء، بينما مصر ويعني عدد من الدول مشت في هذه الإجراءات. اليوم مثلا إذا شخص يريد أن يسافر من السعودية لابد يسافر عبر دولتين، يعني يريد أن يخرج لابد يسافر عبر دولتين، هنالك إجراءات يعني غير مبررة ولا تتماشى إلا مع أن هنالك يعني عقوبة، هنالك تعكير متعمد يعني في هذه النقطة. فكثير من الإجراءات التي حصلت في عدد من يعني أنا على يعني على سبيل المثال اليوم يعني يعني مثلا وزارة الخارجية اليوم عدم يعني هذه معلومة متداولة حتى الآن، ونريد نفي أو نريد توضيح حول هذه النقطة، أن الذي يقطع أو الذي يعطل تعيين وزير الخارجية هي السعودية بصريح العبارة. نعم. بمعنى ذلك أنه يعني سيتأزم وسيتضرر عدد من يعني سيتضرر الدبلوماسية اليمنية في عدد دول العالم، وسيتضرر المسافرين الموجودين في عدد دول العالم بصورة مباشرة. صحيح فهد، وضحت الصورة، شكرا جزيلا لك، شكرا لمشاركتك معنا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، معنا اتصال من أحد المواطنين المتواجدين حاليا في منفذ الوديعة، أحمد الشهاب. مرحبا بك أحمد، مساء الخير. اهلا وسهلا، مساك الله بالخير، اهلا وسهلا اختي الكريمه. اهلا بك احمد، يخبرني معد البرنامج انك في منفذ الوديعه حاليا. ايوه نعم. كم لك في منفذ الوديعه؟ منذ نعم. 5 سنوات في هذه المنطقه. نعم احمد، هل تسمعني؟ نعم اسمعك. ايوه نعم الان تمام. نعم احمد، كم لك قلت لي في منفذ الوديعه، وكيف هي طبيعه رحلتك؟ طبعا معروف لدى الجميع الرحلات والسفر والحصار على اليمن، يعني اصبحت اليمن اصبح سفرنا او سفر الاخرين يعني منحاز، اصبحت اليمن محاصره من كل المناطق، وليس اليمن مناطق اليمن، اصبحت يعني جغرافيه اليمن، محافظات اليمن كل محافظة محاصرة من محافظة أخرى. أصبحنا إذا احنا نريد أن ندخل إلى صنعاء أم إلى أي محافظة متخوفين من الحزن، وإذا نعم. وإذا نريد ننزل على عدن أو إلى عدن أو إلى تعز متخوفين من الحزام الأمني، متخوفين من الإمارات، متخوفين من الانتقالي، متخوفين من كل العصابات أو من كل الميليشيات. فماذا على العبث هذا من كل الميليشيات يعني لحد الآن؟ والله إن البعض لا يستطيع أن ينزل أو يزور أسرته لمدة 5 سنوات وهم في هذه المناطق، في الوديعة وفي مأرب وفي العبر وفي حضرموت وفي المناطق التي تحصل طلعت الشرعية، يعني ما يستطيعون أنهم يزوروا أسرهم أم يسافروا إلى صنعاء أم إلى تعز أم إلى إب، يعني نهائيا في إن دعوا يسافروا على الطريق الذي تحصل طلعت الحوثيين مشتوهم على اساس انهم دواعش الى داخل السجون،
وينزلوا الى على المناطق التي تحت سيطره ميليشيات الامارات او ميليشيات الانتقالي او ميليشيات الحزام الامني الذي تابع للامارات. البعض يلفقوا اليهم تهم ويزقوا بهم الى السجون ويخفوهم نهائيا. تم اخفاء اكثر من اصدقاء لحد الان لم نعرف عنهم شيء، سافروا من اتجاه عدن. وتم اخفاء اكثر من ثلاثه اصدقاء تابعين من المنطقه التي انا فيها نازلين من اتجاه الحوثي ولم نسمع عنهم لحد الان شيء. يعني لحدود 5 سنوات ونحن في هذه المناطق والله ما استطعنا ان نسافر او نروح اي مكان من اتجاه عدن تخويفنا من الحزام الامني ومن الامارات ومن ميليشيات الانتقال من غيرها. جئنا على المناطق التي تحت سيطرة الحوثي متخوفين من الجميع. فأين من سينقذنا من ذلك؟ التحالف أتي لينقذنا ولكن الآن هو يعبث بنا وغرقنا أكثر فأكثر مما كنا. والله إن غرقنا أكثر وأكثر. البعض يتواصل هم يطلع أمهاتهم إلى المناطق هنا. طلعت والدتي قبل 3 سنوات تزورني إلى مارب، زرتها وعادت إلى تعز. فلم أستطيع من بعد الآن إلا تطلع هي تزورني، أما إن أنا أنزل أنا أزورها أو أنزل أنا في طلبي الذي أريد إلى بلدي أو إلى محافظتي فلا أستطيع نهائيا بالوقت الحالي. نعم أحمد، كم أتمنى لو كنت اتصلت من بداية الحلقة، ربما اتصالك من أهم المشاركات معنا في الحلقة، ولكن المخرج يصر علي إنهاء الحلقة لأننا وصلنا إلى نهاية الوقت. أشكرك أحمد. بإذن الله نواصل الكلام في الحلقة الأخيرة وشكرا جزيلا لكم على المداخلة هذه. الشكر لك لمشاركتك معنا في هذه الحلقة ونتمنى أن تصل بالسلامة. أحمد الشهاب، شاركت معنا من منفذ الوديعة، شكرا جزيلا لك أحمد. إذا مشاهدينا الكرام، ختامه مسك، نصل إلى نهاية هذه الحلقة. نشكركم على حسن المتابعة ونلقاكم على خير. إلى اللقاء.